ورجعنا لكم من الفاصل واحنا خلصنا كده سوى الخضار، هطلعه في طبق. طبعا غير شكله، غير شكله، هو بصراحة ريحته تجنن. ادي طبق التندوري احطين على جنب، خليه كده. عايزة انا اشيل الطاسة، ادي كده احطها بس بعيد عني عشان افضي البوتاجاز، ما تخليش الدنيا حواليكي زحمه، حاولي توضبي الدنيا دايما. انا هعمل حاجتين مع بعض دلوقتي، هشوي الفراخ بس هتبلها قبل ما اشويها، وكمان الخضار هبتدي اسويه على النار، وبعد كده هسقط الفراخ مع الاكل. دلوقتي بقى هقطع الفراخ. ممكن الفراخ نعملها بطريقتين، لو تحبي ان انت تحطي تقطعي الفراخ يا اما تخليها حته كبيره، او ممكن تقطعيها لشرايح صغيره، اللي يريحك تعمليه. انا هعمل ايه؟ انا هقطعها شرايح بس طوليه شويه كده، ممكن تقطعيها بمقاس القطمة، او ممكن تخليها حتة واحدة، او زي ما انا بعمل كده مقاسات كبيرة شوية. كده طبعا انا مستعملة صدور فراخ، تحبي تستعملي الوراك، ده حاجة راجعة لكل بني آدم. أنا عامة من الشخصيات اللي بتحب تاكل صدر الفراخ أكتر، بحس إنه أسهل، مش عارفة ليه. أدي كده الفراخ خلاص قطعتها، فأنا مش محتاجة دي، بس أنا هقدر لسه أقدر أستعمل السكينة، لأن أنا الأكلتين هيتحطوا، او الخضار اللي هقطعه هيتحط مع الفراخ في نفس الاكله، فما فيش مشكله. مجرد اني امسحها بس، مش محتاجه اكتر من كده. دلوقتي هعمل ايه؟ انا عندي حاجتي جاهزه، مش فاضل غير تقطيع الطماطم. اقطع الطماطم، مش مهم الطماطم يكون مقاسها ايه كده. ادي الطماطم التانية، لينا اخلي اكمل تقطيع الطماطم، واول ما اخلص افتح النار واتبل الفراخ، وبعد كده عبال ما الزيت يغلي اكون انا خلصت تتبيلها. دي اخر طماطماية، مش محتاجة اكتر من كده. ادي الطماطم، ممكن بالمره، ايه رايكم؟ بجملت بقى مسكنا السكينه وهنقطع، نقطع كل حاجه مره واحده. نسيت اقول لكم حاجه، انا اول مره، يعني انا قلت لكم على اول مره عملت التندور، اول مره دوقته عند اختي، اتبسطت جدا، قلت بقى بعد كده اجربه في البيت. بس اختي كانت عاملاها يومها بصراحه بالصلصه او بالطماطم، زي ما احنا عاملينها النهارده او الطريقه دي بالطماطم، ولما عملنا الخضار عملنا الخضار بالزبادي. طبعا تحبي ما تستعمليش زبادي وتستعملي مثلا لبن رايب، اوكي طبعا. يلا دلوقتي نجهز الطاسة، افتح بس عليها
معلش انا عندي هوس غسيل الايدين. هجيب الطاسة. انا عايزة الطاسة هنا. ادي الطاسة، احط عليها حبة زيت. جيب الفراخ، هتبل الفراخ بالتندوري. التندوري بتحطي كمية كبيرة، وهحط عليهم كمان ملح وفلفل. دلوقتي بقى اخلطهم ببعض لحد ما كل الفراخ تتغطى بالتتبيلة. لو حسيتي ان هي محتاجة كمان حطي كمان. فاكرين عملنا من مدة، او يمكن عملت في ست البيت، حطينا عملنا مع بعض الفراخ، بس كانت بالبابريكا بس، وتبطناها كلها بالبابريكا. حتى بعد ما استوت كانت من بره كلها لونها احمر، ومن جوه كان لونها ابيض. كان شكل الطبق ده حلو قوي، انا مش قادره انساه. تمام كده، عايزه الزيت متوزع في الطاسه، هحط الفراخ. اول ما احط الفراخ بس هلفها لفه، علشان الطاسه بما ان هي غير من سيراميك او بتخلي الاكل ما يلزقش، بس الزيت قاعد في حته واحده. فانا دلوقتي هعمل بس واحده كده. ريحه طلعت على طول. طبعا علشان نحس بطعم البابريكا لازم يخش النار. احنا لو البابريكا ما حطيتيهاش او ما دخلتش النار، يبقى انت بالظبط اللي بتعمليه انت بتزيني بيها شكل فقط لا غير، انما طعمها مش هتحسي بيه. عايزه خلوني افتح على العين الثانيه، احط زيت، محضر الصلصه بتاعت الفراخ. دلوقتي حط بصله، ادي البصل، وهحط كمان ثوم. الثوم المغرفة كبيرة مش طالعة تنزل. ادي ثوم، جنزبيل. جنزبيل طبعا ليه يوم عندنا، ليه يوم جنزبيل كتير قوي في الوصفه دي، محدش يتخض. خلوني بص هعمل ايه. الفراخ اول كفايه ايوه كده. احرك، عايزه احرك الكلام ده. بصوا مفيش فايده، لازم في الاخر تقلبي بالمعلقه برضه. تمام كده كله اتقلب. في حد واخد باله ان في حاجه لسه ما اتقلبتش؟ انا شايفه اهي، بصوا لسه صحي، مش راضيه تتقلب. مش لازم نقلب بقى
البصل. عايزه اقول لكم من كتر البهارات والروايح انا عينيا عماله تدمع ومش مش قادره وهعطس وصوتي كله باظ. دلوقتي هحط الصلصة والطماطم. اجيب بقى طماطم وبطاطس عادي، بطاطس وكمان جزر، طبق كامل من كل حاجة، والكوسة. هقلب بقى هحط حبة مية واديها كمان تقليبة، محطتش ملح وفلفل، ممكن نحط لها كمان ملح وفلفل وكده. تمام، احنا مش الفراخ استوت، انا هحط الفراخ كمان. هقلب ده كله على بعضه علشان ياخد الطعم من بعض. تمام كده، اغطيه هلم الدنيا عبال ما ده يستوي. كل حاجه استوت. كل اللي هعمله انا جايبه عيش، هو العيش السوري، وهحطه معاه. عايزاه يبوش كده، هقلب الكلام ده تقليبه. زي ما انتم شايفين هو على طول بيتخن الصوص، وهو ده اللي انا عايزاه، انه يتخن الصوص. ممكن احط الحبة دول وانا بحط تاني جنب الطبق. لما بتقدميه بتحطيه على السفرة. تمام كده، انا هغرف دلوقتي. زي ما انتم شايفين كله داب. الريحة فوق الوصف، حلوة قوي 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 قوي. ايه رأيكم؟ خلونا واحنا كده بقى ايه نقفل الحلقة. عملنا النهاردة مع بعض طبقين، يا رب يعجبوكم، وبالهنا والشفا.